أكيد مستمرين بصباحنا غير وبفقرات صباحنا غير، ووصلنا لفقرة التغذية يا زينب. أكيد معالم التغذية رح تكون آخر فقراتنا لليوم، رح نتعرف مع إيفانا اليوسف الأخصائية التغذية. الموضوع اللي ممكن بيهم كتير من الأمهات هو الحساسية الغذائية عند الطفل، شو سببها وكيف ممكن نتعامل مع هالحالة؟ أكيد تساؤلات كتيرة ممكن تجاوبنا عنها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك إيفانا. صباحك سلام، يا هلا. صباح الخير إيفانا، سعد صباحك. بالبداية، التحسس الغذائي عند الأطفال خلينا نتعرف عليه أكثر. يمكن كل شغلة بنقول عنها هي تحسس، ولكن هو لا، في له مفهوم علمي صحيح، خلينا نتعرف عنه. مثل ما قلتوا، أصلا هو أكثر مرض ممكن يجتاح الأطفال، وكثير أمهات ما بتعرف شو هو السبب. هلا هو بشكل عام ردة فعل للبروتين غذائي غير مرغوب بها ردة الفعل. هذا البروتين الغذائي مسؤول عن عمل جهاز المناعي، وهو بتكون النتيجة تبعته انه بيتسبب بافراز مضادات حساسية اللي بالانجليزي اسمها LGAE، هي اللي بتسبب كل الاعراض وكل هالمشاكل. هلا بالنسبه للاطفال، نسبه اصابتهم للاطفال الصغار بين 3 إلى 5%. اما الاطفال اللي عندهم مشكله بيطلع عندها حساسيه او حساسيه التأتبة اسمها الجلديه، هاي تقريبا 2 إلى 3% نسبه اصابتهم. اما بالنسبه للمراهقين فهي 1 إلى 2%. هلا هي في مجموعه اكل بتسبب هذا الشيء، نحكيها بشكل عام، اللي هي مثلا الفول السوداني، الحليب، اللبن، اللبنه والاجبان، ممكن المكسرات، ممكن حتى فول الصويا، البيض. هلا طيب علميا هو شو عم بيصير؟ ليش هيك عم بيصير عندنا نحن؟ سبب هالمضادات، سبب هالنقص البروتين شو هو؟ هو عدم اكتمال او نضوج سوري للمخاطيه، او حتى للاليه اللي بتحمي المخاطيه المعويه من هذا الشيء اللي بيصير. هذا الشيء بتصير انه لما الطفل عم ياكل هذا الاكل، طبعا هي ما بتنضج اول شهر من بعد الولاده، بيكون الولد صار عمره شهر، فهون المشكله بتصير. عدم نضوجها بصير الولد عم ياكل، بعد لما بيكبر بتصير الامعاء عم تمتص جزيئات الطعام اللي بتسبب الحساسيه، بيلاقي الجسم انه في شيء غلط عم بيصير، فجهاز المناعه بيسبب انه بيفرز هالمضادات الحساسيه اللي قلنا اسمها LGE، بيصير عندنا هاي المشاكل اللي نحن قلنا اللي عندنا حساسيه الاطفال. طب ايفانا، ممكن تكون سبب الحساسيه هي وراثيه او في اسباب ثانيه ممكن تسبب الحساسيه؟ سببين اساسيات، اللي هي الوراثيه، بيكون في تاريخ عائلي للحساسيه عند الاهل، بيصير عند الاطفال وبيتوارثها. والثاني اللي هو قلته انه عدم اكتمال للاليه الحمايه لمخاطيه المعويه. نعم ايفانا، يمكن ذكرتي يمكن بعض المواد او الاكل يلي بيسبب حساسية عند الأطفال، ولكن لازم نتبع حمية غذائية، ويمكن نعرف أنه الحساسية بدها وقت كتير طويل، يعني حمية غذائية كتير طويلة الأمد. اكيد. هلا مثلا عندك، نبلش بالنسبه للاطفال، يفضل انه بالنسبه للنظام الغذائي طبعا، اذا بنعرف هذا الطفل عنده حساسيه او لا، او عندهم اهلهم حساسيه، بتبلش الام بالرضاعه الطويله. طبعا نحن ما بندخل الاكل اللي بدي هلا اذكره بعد شوي لقبل ال6 شهور. بالنسبه للاشخاص اللي مثلا سنه وسنتين لحتى نعرف انه عندهم حساسيه ولا لا، كمان بدنا نبلش فينا نعمل شيء خدعه، انه نحن نبلش مثل الفول ولا الحليب ولا البيض ولا الفول السوداني ولا الفول الصويا، نبلش مثلا نحن نطعميهم هذا الغذاء على حدى، ونحن بننطر انه شو ممكن يصير. طبعا بتاكد انه مو قبل 6 شهور، ونضل عم نراقبه لمده 6 سنتين. اذا لقينا انه مثلا تحسس من هاي، حتى الفريز، حتى ممكن احيانا الفواكه اللي بتكون لها وبر او الشوكولا، بننطر. اذا لقينا صار في حساسيه، لقينا مثلا في اعراض خاصه للحساسيه طلعت ظهرت، او صار عندنا مشاكل بالجلد، نحن بنعرف انه هو تحسس. معناتها هو طول عمره بده يضطر انه يلغي هاي الغذاء، ياخذ شيء محله عشان المصادر الغذائيه الموجوده فيه. تمام، اذا كانت طبعا حساسيته عاليه، اما اذا كانت ممكن خفيفه ممكن ياخذ حبوب او ادويه خاصه تخفف، تقدر انه وقتها يتناول الاكل اللي بده ياكله. طب شو هي اعراض الحساسيه اللي بتظهر عند الطفل، يعني ان كان على الجلد او في شيء يمكن باطني بيظهر؟ ما بعرف. هلا اول شيء عندك من اهم شيء الاقياء، الاسهال، عندك الطفح والاحمرار الجلدي، عندك حكة الحلق والبلعوم، عندك تورم اللسان والفم، تم بيصير عندنا أحيانا سيلان أو انسداد بالأنف، ضيق بالتنفس وصفير، بيصير مثل عم يصفر صدره، بيصير احمرار بالشبكية العين وتورم والتقرحات. هاي أهم شيء. هلأ في أحيانا فرط من الحساسية زائد هاد بسبب لموت،
تمام. هذا الشيء وقت الام بدها كثير تنتبه، اذا عندهم وراثه مثل ما اكدت عندهم حساسيه بدها دغري تروح لعند الدكتور يعملوا تحاليل خاصه، في تحاليل دمويه خاصه اسمها فود انتولرنس تطلع بياكد شو الاكل اللي لازم ياكله والاكل اللي ما لازم ياكله. نعم ايفانا، يمكن كمان في حساسيه مؤقته وفي حساسيه دائمه وفي حساسيه فصليه ايضا كمان، خلينا يمكن نحكي عنهم ونفرق بيناتهم لحتى نعرف انه هذا مرض مستمر ولا هي مجرد حساسيه، لانه في عالم يمكن بيعطوا للحساسيه بفكروها مرض وبياخذوا ادويه، هذا الشيء يمكن بضر. هلا الحساسيه بشكل عام هي مرض، بس بقى في عندك حالات مثل ما قلتي حضرتك الحساسيه تبع الفصول هاي بتجي بالفصل تتعالج بشكل بسيط كثير، اللي هي ممكن قطره، ممكن اذا كان بالعين المشكله او بالانف عباره عن قطرات للانف، مضادات هستامين ممكن بتمشي الحال وفتره وبتمرق. اما الحساسيات الكبيره اللي هي بالنسبه للاكل بتصير عندنا اعراض خطيره اللي عندنا مثلا ممكن تسبب الموت مثل ما قلت، لا هذا بشكل دائم، هذا مرض بقى وراثي ما له علاج. هلا ما التقى له علاج، نحن بنقدر نوقي حالنا يا اما انه نحرم حالنا من الاكل يا اما انه ناخذ ادويه، او كله طبعا هذا تحت اختصاصي او تحت اشراف طبيب. بما انه عم نحكي على الجانب الصحي، امتى بتفضلي ايفانا كمان الاهل يعرضوا طفلهم على طبعا مختص او العلاج الطبي، يعني الحالات اللي بتستدعي هذا الشيء؟ هي بتبلش بالنسبه للحساسيه من عند الطفل من وقت تفطمه، بتبلش بالغذاء الصلب، هي بتبلش تراقبه وتبلش يفضل انه بعد هالست شهور ان هي بقى تعرضه للطبيب اذا عندهم طبعا حاله وراثيه، لانه خلال هالست شهور هي عم بترضه ما بلشت تعطيه الاكل. تعرف اكيد كمان اذا عنده تحسس من اي شيء. هلا بشكل عام هي بالنسبه للطفل بالنسبه للحليب او بروتين حليب البقر اللي هو ممكن يسبب حساسيه، هذا ممكن انه هو يتعالج خلال هالست شهور عم بيرضى بتتعود عليه المعده. اما الحساسيه الاساسيه اللي ما بتروح طول العمر هي حساسيه الفول السوداني. الفول السوداني هو اخطر. تمام، هو اخطر يمكن. نعم. اذا انا يمكن اي ماده نحن بنتحسس منها لازم نلاقي لها بديل مباشره لحتى نعوضها بجسمنا. شو هي مثلا اذا في اطفال بيتحسسوا من البيض او الجبنه او اللبنه، شو هو الشيء اللي بناخده بدلهم لحتى هيك شوي نعدل؟ هلا البيض والجبنه واللبنه اللي هي المنتجات الحيوانيه ما في شيء غير انه ياخذها سبلمنت حبوب، لانه ما في شيء يعوض عنا لهذه المشكله. بس مثل ما قلت الحليب بشكل عام بيتعالجوا منه الاطفال او حتى البيض. اما الاشياء الثانيه مثل الفواكه نحكي مثلا اذا كان عليها وباء، في ناس كثير بتتحسس اشهر الوباء تمام باشهر ممكن ياكلوا بس اللب. بالنسبه للفريز ما له حل غير انه ياخذ مضاد هستامين، اذا كان في عنده مشكله كثيره بده يلغي الفريز ممكن ياكل الفواكه الثانيه الحمراء الخوخ الكرز، هاي بتطغي عن المصادر الغذائيه او الفيتامينات المعادن الموجوده فيه او حتى البطيخ. فهيك ممكن هو وقتها بياكل شيء بحبه ويعود. تمام يعود اكيد. ليا لكن خلينا نحكي شويه نصائح بتحبي يمكن تقدميها لكل اللي عم بيشوفونا، واذا في اخطاء شائعه يتجنبوها. هلا بدي احكي عن شغله ثانيه قبل ما بلش النصائح، اللي هي اذا صارت الحساسيه شو ممكن يعملوا. هلا نحن اذا صاب الشخص بالحساسيه ببلش بمضاد الايبيفرين يتناوله، بس في الحساسيه اللي كثير عاليه واللي كثير خطره بده يضطر ياخذ ادرينالين ويسعف الشخص على غرفه الطوارئ او الطبيب لحتى يتعالجه. بشكل عام هي بتعالج بالستيرويد او مضادات الهستامين، هي اللي طبعا الحساسيه الخفيفه مندعمها احيانا بالادرينالين، لانه الادرينالين هو الاقوى. هدول الهستامين والستيرويد بتكون هي مضافه او مساعده له. بالنسبه للامهات اذا كنت بتعرفي ابنك عنده حساسيه او لا وعندك تاريخ حساسيه بالعيله، نحن بنبلش بعد الفطام مثل ما قلت باكل الصلب بالطعام اللي ذكرناه اللي ممكن يسبب حساسيه على حدا لنشوف عم بصير في حساسيه ولا لا. يعرض الطفل فورا اذا كان في مشكله حساسيه وما لم تتصرف لحالها بالادويه. ما بنفوت هالاغذيه اللي ممكن تنصاب تعمل حساسيه للاشخاص كمان اللي متاكد انه عندهم اهلهم حساسيه لقبل السنتين او حتى بنبلش بالست شهور، قبل السنتين هذول الغذاء ما بندخله. ما تاكل هم الام وتخاف، كل شيء له علاج، كل شيء له حل، بس اهم شيء يكون متواصل مع الطبيب او اخصائي التغذيه. نعم ايفانا نحن كثير بدنا نشكرك، والله يبعد الحساسيه عن الكل وخاصه الاطفال. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك ايفانا على كل المعلومات اللي عم تعطينا اياها كل مره بمواضيعنا الخاصه بالتغذيه، وان شاء الله هيك المشاهدين يكونوا استفادوا منها. شكرا لوجودك معنا ومع عالم التغذيه وهالنصائح.